السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي في درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية. ودرس اليوم أبناء الطلاب من الوحدة الخامسة الخلافة الراشدة، الدرس الثاني الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة الجزء الأول. فهيا بنا نبدأ درسنا. في البداية أبناء الطلاب، تعالوا بنا نتعرف أهداف درسنا. فيتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادراً على أن أولاً يوضح أسباب الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة، ثانياً يبين سبب تسمية معركة ذات السلاسل بهذا الاسم، ثالثاً يقارن بين نتائج معركتي القادسية ونهاوند. فهيا بنا أبناء الطلاب نبدأ درسنا. وقبل أن نبدأ أبناء الطلاب في درس اليوم، تعالوا بنا نسترجع أهم النقاط التي تعلمناها في الدرس السابق، وهو عن عصر الخلافة الراشدة. ووضحنا أبناء الطلاب أن عصر الخلافة الراشدة يشمل عهد كل من الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي امتد حكمه بين عام 11 إلى 13 من الهجرة. ووضحنا أبناء الطلاب أهم أعمال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ومنها: أحسنتم، إرسال جيش أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكذلك محاربة المرتدين، وأيضا جمع القرآن الكريم. ويشمل عصر الخلافة الراشدة عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والذي امتد حكمه بين عام 13 من الهجرة إلى 23 من الهجرة. ووضحنا من أهم أعمال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ممتاز، إنشاء الدواوين، كذلك أنه أول من استخدم التقويم الهجري، وأيضا قسم حدود المنطقة الإسلامية إلى ولايات. أيضا عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، والذي امتد حكمه بين عام 23 إلى 35 من الهجرة. وذكرنا أبناء الطلاب من أهم أعمال سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: عمارة المساجد، ونسخ المصحف الكريم إلى عدة نسخ، وكذلك إنشاء أول أسطول إسلامي. وأخيرا عهد سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والذي امتد حكمه بين عام 35 إلى 40 من الهجرة. وذكرنا من أهم أعمال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة، وأيضا استحدث نظاما قضائيا، وكذلك نظم الشرطة. وفي درس اليوم أبناء الطلاب، سنتعرف الآن على جهود الخلفاء الراشدين في نشر الإسلام ودعوة الناس إليه دون إكراه، وذلك من خلال الفتوحات الإسلامية. والآن عزيز الطالب، أجب على السؤال التالي: عدد أسباب الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة. فكر جيدا عزيز الطالب ثم أجب. ممتاز،
فمن هذه الأسباب أبناء الطلاب نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وأيضا تأمين حدود المناطق الإسلامية ضد الأخطار الخارجية. والآن أبناء الطلاب، من خلال خريطة المفاهيم التالية نوضح أهم الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين. أولاً، فتح العراق وبلاد فارس. فلقد تم فتح العراق أبناء الطلاب وبلاد فارس بعد العديد من المعارك، ومنها معركة ذات السلاسل، ومعركة القادسية، ومعركة نهاوند. ثانياً، فتح بلاد الشام. ولقد تم فتح بلاد الشام أبناء الطلاب بعد العديد من المعارك، ومنها معركة أجنادين، ومعركة اليرموك، وفتح بيت المقدس. ثالثاً، فتح مصر وشمال إفريقيا. وفي درس اليوم أبناء الطلاب نتعرف على حركة الفتوحات الإسلامية بشيء من التفصيل. أولاً، فتح العراق وبلاد فارس. عزيز الطالب، من خلال الخريطة المقابلة حدد أهم معارك الجيوش الإسلامية في فتح العراق وبلاد فارس. انظر جيداً عزيز الطالب إلى مفتاح الخريطة الذي أمامك كي تتعرف هذه المعارك بسهولة. فمن هذه المعارك أبناء الطلاب، أحسنتم، معركة ذات السلاسل، وأيضاً ممتاز، معركة القادسية، وكذلك معركة البويب، وأيضاً معركة الجسر، وكذلك معركة المدائن، وأخيراً أبناء الطلاب معركة نهاوند. أولاً، معركة ذات السلاسل، والتي وقعت عام 12 من الهجرة. وهذه المعركة وقعت في عهد الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وموقعها أبناء الطلاب محدد أمامكم على الخريطة. وكان قائد المسلمين في هذه المعركة خالد بن الوليد، أما قائد الفرس هرمز. وقد سميت هذه المعركة بذات السلاسل لأن هرمز أمر جنوده بربط أنفسهم بالسلاسل خوفا من هروبهم من المعركة. ومن نتائج هذه المعركة أبناء الطلاب انتصار المسلمين وفتح جنوب العراق. والآن عزيز الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة 134 كي نجيب على العنصر الأول من السؤال الثاني: بما تفسر سميت معركة ذات السلاسل بهذا الاسم؟ فكر جيدا عزيز الطالب ثم أجب. ممتاز، فكما ذكرنا سابقا أنه سميت معركة ذات السلاسل بهذا الاسم لأن هرمز أمر جنوده بربط أنفسهم بالسلاسل خوفا من هروبهم من المعركة. ثانيا، معركة القادسية، والتي وقعت عام 15 من الهجرة. وهذه المعركة أبناء الطلاب وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وموقعها محدد أمامكم على الخريطة. وكان قائد المسلمين أبناء الطلاب في معركة القادسية سعد بن أبي وقاص، أما قائد الفرس فهو رستم. وكانت معركة القادسية من أشرس المعارك مع الفرس، والتي استمرت 4 أيام، واستخدم الفرس فيها الفيلة. وكان من نتائج هذه المعركة أبناء الطلاب انتصار المسلمين ومقتل رستم قائد الفرس، كما أن المعركة مهدت لفتح المدائن عاصمة الفرس. نستكمل أبناء الطلاب فتح العراق وبلاد فارس. ثالثاً، معركة نهاوند، والتي وقعت عام 21 من الهجرة. وهذه المعركة أبناء الطلاب وقعت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وموقعها
محدد أمامكم على الخريطة. وكان قائد المسلمين في هذه المعركة النعمان بن مقرن، أما قائد الفرس فهو الفيروزان. ولقد عرفت معركة نهاوند بفتح الفتوح لأنها كانت خاتمة فتوحات المسلمين في بلاد فارس، وقضت على آخر الجيوش الفارسية. ومن نتائج هذه المعركة انتصار المسلمين واستشهاد قائد المسلمين النعمان بن مقرن. عزيز الطالب، افتح الكتاب المدرسي صفحة 128 ثم أجب على السؤال الذي أمامك. بما تفسر تسمية معركة نهاوند بفتح الفتوح؟ فكر جيدا عزيز الطالب ثم أجب. ممتاز، فكما ذكرنا أبناء الطلاب أن معركة نهاوند سميت بفتح الفتوح لأنها كانت خاتمة فتوحات المسلمين في بلاد فارس، وقضت على آخر الجيوش الفارسية. السؤال التالي أبناء الطلاب، أمامك فقرة توضح وصية أبي بكر الصديق للجنود المسلمين قبل الخروج للفتوحات، اقرأها جيدا ثم أجب على السؤال الذي أمامك. عدد المبادئ التي جاءت في خطاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ممتاز، فمن هذه المبادئ أبناء الطلاب عدم قتل الشيوخ والصبية والنساء عند الحرب، وعدم هدم البيوت، والوفاء بالعقود والعهود، وأيضا عدم قطع الأشجار وعدم حرقها، والرفق بالحيوانات وعدم إهلاكها، والشجاعة وطاعة أولي الأمر. والآن أبنائي الطلاب، تعالوا بنا نسترجع أهم النقاط الرئيسة التي وردت بدرس اليوم. وعنوان درس اليوم عن الفتوحات في عهد الخلافة الراشدة، الجزء الأول. وقد تعلمنا في درسنا أبنائي الطلاب أسباب الفتوحات الإسلامية، فهل تستطيع عزيز الطالب أن تعدد أسباب الفتوحات الإسلامية؟ ممتاز، فمن هذه الأسباب أبناء الطلاب نشر الإسلام وإعلاء كلمة الله، وأيضا ممتاز تأمين حدود المناطق الإسلامية ضد الأخطار الخارجية. كما تعلمنا في درس اليوم أبناء الطلاب أهم الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، ومنها فتح العراق وبلاد فارس. وقد فتحت العراق وبلاد فارس أبناء الطلاب بعد العديد من المعارك، ومنها معركة ذات السلاسل، ومعركة القادسية، ومعركة نهاوند. ومن الفتوحات الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين فتح بلاد الشام، وقد تم فتح بلاد الشام أبناء الطلاب بعد العديد من المعارك، ومنها معركة أجنادين، ومعركة اليرموك، وفتح بيت المقدس، إلى جانب أبناء الطلاب فتح مصر وشمال إفريقيا. ولقد وضحنا في درس اليوم أبناء الطلاب فتح العراق وبلاد فارس. ومن أشهر هذه المعارك التي دارت في فتح العراق وبلاد فارس معركة ذات السلاسل، والتي وقعت عام 12 من الهجرة، وكان من أهم نتائجها انتصار المسلمين على الفرس. والمعركة الثانية هي معركة القادسية، والتي وقعت عام 15 من الهجرة، وكان من نتائجها انتصار المسلمين على الفرس. ومن معارك فتح العراق وبلاد فارس أبناء الطلاب معركة نهاوند، والتي وقعت عام 21 من الهجرة، وكان من أشهر نتائجها انتصار المسلمين على الفرس. أبناء الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. وبهذا أبناء الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.